اسمي مصطفى، عمره 21. اسمي منى كاظم ابراهيم. اسمي وسام. اسمي منتظر هادي كاتب. الحمد لله والشكر. يعني من اقدم واجباتي تجاه الزبون مثلا بحكم عملي يكون ضميري مرتاح. الحمد لله والشكر، اهم شيء القناعه. الانسان اذا كان مقتنع فهو مرتاح دائما. اترك بصمه بحياتي واسوي انجاز عن ذكر بي ورا ما اكمل دراستي للمستوى اللي انا اطمح له. يعني ان اولادي كلهم راضين عني، انه قدمت لهم شيء يفيدهم حياتهم حتى يتذكروني بالماضي. دائما انه اطمح اكون الاول. انت الراجل هوائيه. والله هاي ام الدرج، هاي نطفر درجات درجات. يعني الموهبة اللي عندي ونجاح بدراستي وبعملي. إذا رضيت رب العالمين. يعني أنا أحب الأكلات البسيطة. يعني الخضروات. كل الأكل طيب. بس الحلويات زنود الست كلش أحبها. طفل راح يطلع يحكي وياك. زين. وهذا الطفل راح يحكي وياك برسالة راح تكون أنت وياه. ولا واحد موجود، تخيل انه الموضوع بس انت وياه، كل ما موجود هنا. بس هاي أول جرعة ضربنا وبعد حنضرب. أول مرة سمعت اللي ويانا كانوا بالمستشفى قبل لا أضرب يقولون حار ويأذي. الجهاز يظل يطلع صوت، فأنا حال خفت. بداية كنت مترددة إنه أضرب، ما كنت رايدة أضرب. شي مثل المغذي استقبلت الموضوع. الله يكون بعونهم وعلى أهلهم، الله يساعده. زين، شو توجهين للمجتمع لهيك حالات؟ دورنا كمجتمع وانت دورك كأم لابد انه اكو نصيحة للشباب لأبنائنا لأبناء المجتمع، شنو يعني توجهين لهم؟ يعني نصيحتي لكل الناس، كل المجتمع العالم العربي والعالم الإسلامي كله، إنه من يشوفون هيك حالات من نسكت، لازم نجاهد ونكافح ونتابع الموضوع ونوصل إلى أبعد المستويات إلى أن نحصل النتيجة، إنه حتى ما نكون بعدين نلوم نفسنا. نلوم نفسنا نقول ها قصرنا على هذا الطفل، خصوصا إذا كان يتيم ما عنده أحد. أو أمام سبحان الله سبحانه وتعالى لا بد من أكو ناس خيرين يساعدوهم. أبد أبد الأم لا تقطع أملها أبد بالله سبحانه وتعالى وأهل البيت، دائما يستمرون ويتابعون الموضوع. يا أخي هو إحنا مجتمعنا عبارة عن معاناة بصراحة. يعني شوف معاناة الناس بغض النظر هسه على يعني هذا الموضوع وهذا المرض، يعني تباوع الناس للأسف. يعني المفروض المجتمع العراقي مو هاي حياته مو هاي معاناته، يفترض المفروض يكون يعني أكثر شعب مترف ومرتاح هو المجتمع العراقي، بس للأسف يعني هو الوضع الناس كلها تعرفه. يفترض تعرف شنو واجبنا ودورنا تجاه دول أي حالات؟ يعني هو هذا تلقائيا هذا يكون واجب إنساني
بدون يعني ان الانسان يعني ان واحد يكلفه او يناجده، يعني هو المفروض من تلقاء نفسه يبادر للعون اللي هيك مواقف. وهذا طبعا انا اعتبره اللي يصير له فرصه يقدم موقف هذا يعني اعتبرها توفيقي الراد انه احد يصير له فرصه يقدم انسانيه لهيك حالات. احنا نتمنى من الحكومه من الشعب العراقي ونتمنى من كل شخص انه يدعم امراض السرطان ويساهم ولو خلينا نقول فد شيء بسيط، انه يساهم بالدعم ويساعد على بناء المستشفيات اللي تهتم بهذولا. انا بالنسبه لي اسميهم الابطال، لان هذولا ابطال جاي يحاربون فد شيء كلش عظيم، انه جاي يحارب فد مرض فتاك ينهش بجسمه ينهش بعظمه من دون ما يدري بيه من دون ما يحس، من شويه شويه بالتدريج. فكلمتي الاخيره احب اقولها انه احب من كل شخص يدعم هاي المشاريع اللي تساعد برعايه امراض السرطان. يعني حسيت انه احنا بنعمه، يعني احنا بنعمه كلش فضيله ومحاسين بها، انه كهواي اشخاص غيرنا المريض واللي حالته مثلا تعوانه، ف يعني حسيت انه احنا بنعمه الحمد لله، بس يعني داربنا نساعدهم اول شيء نساعدهم دعم معنوي ودعم نفسي، يعني هاي رقم واحد بالمساعده، نساعدهم نوفر لهم الجرع العلاج الدم، همين مرضى سرطان يحتاجون دم دائما. فيعني اي شخص صحي الحمد لله ما بشي انه يروح يتبرع بالدم، ومن احياها كانما احيا الناس جميعا. زين انا راح اوفر لك فرصه تكتب رساله لهذا الطفل، والرساله تكون من ايدك ومنيتك وش تتمنى له شنو تحب توجه له. الدنيا مرة واحدة راح تعيشها وبعدها ينتهي دورك، لذلك حاول تصنع خير، لأن هو الشيء الوحيد اللي ما راح يموت. ملاك وأمثالها تحت احتلال عدو مجتهد جدا، وإحنا أمام فرصة للمبادرة حتى نحررهم ويعيشون حياتهم بأمان. هم بعيونكم